مرحبا بكم. اليوم سنشاهد بعضا من الفتيات التي اعتقدنا أنهن قد أوقفن البث المباشر عبر الإنترنت وبدأنا في فعل أشياء غريبة، فسوف نشاهد سويا أكثر المواقف غرابة، فتابعوا معنا فيديو اليوم واستمتعوا. ولكن قبل أن نبدأ سجلوا أعجابكم بالفيديو واشتركوا بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. أولا، هل تعلمون كيف نصل إلى فيديوهات بعض من الفتيات؟ فالبعض منهن يعتقد أن الاتصال قد انقطع ويحدث بعدها أشياء غريبة. هيا لنشاهد. فهذه الفتاة كانت سعيدة جدا بعد سقوطها من على الكرسي. ثانيا، هذه الفتاة لو تعلم أنها ستكون بهذا الشكل على الشاشة ستدرك أنها يجب ألا تكون متحمسة لتلك الدرجة، فقد كانت تتعامل مع أنفها بشكل غريب، وعندما ألقت بالمنديل ضربت وجهها بالخطأ. وبعد أن علمت أن كل هذا قد ظهر في البث المباشر بدأت بالضحك على نفسها. ثالثا، والآن كما وعدناكم، ها هن ثلاث فتيات اللاتي اعتقدن أن الاتصال قد انقطع وبدأنا بفعل أشياء غريبة. رابعا، عند مشاهدتك لهذا المقطع ستقول للوهلة الأولى يا له من قط مدلل، ولكن بعد أن تكمل مشاهدتك ستقول عكس ذلك. إليكم المقطع. خامسا، هل تعتقد أن الأوز يعد من الحيوانات الأليفة التي لا يمكنها البقاء في المنزل؟ نعم، يا له من اختيار غريب، وذلك لأن أفعال الأوز غير متوقعة تماما، ولذلك عليكم أن تشاهدوا ذلك المقطع معنا. سادسا، والآن هذه الفتاة نسيت أن البث المباشر ما زال يعمل، أو ظنت أن التيار قد انقطع. لا أعلم بالتحديد ما حدث، ولكن هذا الشيء الذي حدث معها غير مضحك تماما. شاهدوا ماذا كانت تفعل. سابعا، ما سنشاهده الآن هو شيء دائما ما يحدث، هو شجار الأهل، وهذا ما حدث مع ذلك الشاب، وللأسف شعر بالعار والخجل وظهر ذلك واضحا على وجهه. تاسعا، على ما يبدو أن هذا الشاب يحتفل بموضوع مع المتابعين له، فقد كان يسمع الموسيقى ثم بدأ بالرقص، وقد كان يعتقد أن المتابعين له يرقصون معه أيضا ويسمعون نفس الأغنية، ولكن بعد ذلك علم أنه فقط من يستمع لتلك الموسيقى. Black and run with it. Marla, see they come with it. You guys can't hear the music. You guys can't hear the music. عشرا، هذا الولد كان يقوم ببث مباشر وهو يلعب، ويبدو أنه شعر بالنعاس الشديد، ولذلك قرر أن ينام على الكرسي ونسي أن يغلق البث المباشر. We'll be right back.
11. أثناء أحد فيديوهات البث المباشر، اللاعب الشهير نينجا كان لم ينم لوقت طويل ويبدو عليه الإرهاق الشديد. استمر في البث المباشر رغم ذلك، وكان يطلب منه المتابعون إيقاف البث والذهاب للنوم. 12. والآن مع هذه الفتاة، وأثناء فتحها لزجاجة الكحول فارت على ملابسها وفي المكان كله، وتسبب الأمر في الإحراج الشديد لها. 13. ومع فتاة أخرى، وبينما هي تلعب على هاتفها سقطت من على الكرسي بشكل مضحك للغاية. 14. بينما كانت تلعب تلك الفتاة بهذا الطوق، علق الطوق في مروحة السقف وبدا الغباء واضحا على الفتاة. 15. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.